فضاء صندوق الإيداع والتدبير بالرباط يحتضن معرضا تكريميا للفنان التشكيلي خليل غريب، معرض يلخص مسارا فنيا مغايرا لكنه أساسي في المشهد الفني المغربي. خليل غريب سادس فنان تحتفي بمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير من خلال معرض يضم مجموعة واسعة من أعمال هذا الفنان. إنجاز ساهمت فيه عناصر متعددة من بينها الكتاب الذين نشروا نصوصا في الكتاب المرافق، وهو كتاب تم عكس جميع الأعمال المعروضة حاليا، وهي أعمال يعني تنسحب على مدى 50 سنة من سنة 66 إلى الآن. وبتكريمه لخليل غريب فإن المعرض الذي يتواصل إلى غشت المقبل يحتفي بفنان أدار ظهره دائما للبعد التجاري للفن، حيث ظل يرفض بيع لوحاته انسجاما مع رؤيته للفن والحياة التي يعيشها بحد أدنى من المتطلبات المادية.